خبرنا الثاني عمرو القلاوه اللي كان بيتكلم عليه امبارح كريم فؤاد في الحلقه لما كان ضيف معانا، وهو لعيب من اللعيبه الجيدين، هو بيلعب في نادي سيراميكا، دخل حسابات نادي الزمالك تمهيدا للانضمام. هو كان بيلعب في سموحه، هينضم او في مفاوضات لضمه لنادي الزمالك. هو كان في حسابات الزمالك من فتره وبعدين خرج، وبعدين بدا في العودة لحسابات الزمالك من جديد تمهيدا للتعاقد معه، لأنهم عايزين يدعموا خط وسط الفريق. الزمالك هيدخل مع مالك اللاعب الأساسي هو نادي سيراميكا، هيعرف طلبات النادي المالية. سيراميكا رفض في الفترة اللي فاتت أنه يفرط في أي لعيب، وكان على رأسهم أحمد رمضان بيكهام، لأنه يعني هو محتاج للعيبته. الزمالك كان اتفق بالفعل مع بيكهام، لكن إدارة سيراميكا قررت انها تتمسك بالمدافع الدولي. وانت عارفين زي ما قلت لكم انه كان في اعاره لنادي سموحه وعاد مره اخرى وما مدتش اعارته لنادي سموحه السكندري، لانه نادي سيراميكا كان عايزه. لكن هل ينضم الى الزمالك؟ هذا هو السؤال.